صباح النور، مرحبا بكم في سبور اكسبريس. البداية مع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي انتصر على ساو تومي بنتيجة 4-0 في الجولة الأولى من تصفية مونديال 2026، مقابلة دون المنتظر للمنتخب الوطني التونسي قدام منافس متواضع، خاصة نحكيه على الشوط الأول من المقابلة هذه. المنتخب بدأ بصعوبة وسجل هدف وحيد عن طريق ياسين مريح في دقيقة 37. في الشوط الثاني تحسن شوية الأداء وسجلنا 3 أهداف. يوسف المساكني في دقيقة 53 بعد ما سجل الهدف عمل حرف WBD وقال أنه اللقطة هذه كانت تحية وتضامن مع رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجري. بعد حمزة رفيعة سجل الثالث في دقيقة 79، وفي رسم العربي سجل الهدف الرابع في دقيقة 88. انتصار المنتخب تحدث عليه المدرب جلال القادري في ميكرو زميلي فهمي البرهومي. الحمد لله خلنا بالجدية اللازمة، لقينا صعوبات في 25 دقيقة الأولى ما نجمناش نلقاو الحلول، خاصة مع الانتنسيتي والامباكت فيزيك ما دخلناش برشا في الديوال، خسرنا برشا الديوال اللي يعتبروا نقطة قوتنا خاصة في وسط الميدان. لكن الحمد لله لي 10-15 دانيير مينوت نتاع الميتون الأولاني حطينا بوكو دانتنسيتي، فرضنا النسق تاعنا احنا، نجحنا باش نخلقوا دي ديكالاج، تعدينا على اليمين على اليسار. مرة أخرى على مستوى استغلال الفرص هو اللي يبقى الهاجس نتاعنا، إن شاء الله نكونوا أكثر توفيق في المباريات القادمة. الشوط الثاني يظهر لي حكمنا في المباراة، خلقنا العديد من الفرص، نجحنا باش تقدمنا. اليوم في مباراة هذوما في بداية المسابقة أهم شيء ضروري الانتصار، حققنا 3 نقاط، إن شاء الله نكونوا موفقين في بقية الباركور تاعنا. كان هذا جلال القادري مدرب المنتخب. نسمع توا حمزة رفيعة صاحب الهدف الثالث البارح للمنتخب الوطني التونسي واللي هو ثاني أهدافه مع المنتخب. الحمد لله c'est un bon résultat. C'est un bon résultat. On sait qu'en Afrique il y a pas de match facile. On sait que les adversaires ils ont faim et ils nous mettent un combat physique. Donc dès qu'on est rentré dans le match, on a su imposer notre jeu et notre rythme et voilà, c'est un beau score chez nous et ça fait plaisir. Bon, j'ai une petite bonne nouvelle ces dernières heures, je suis devenu papa alhamdoulillah. J'ai rejoint quand même l'équipe nationale parce qu'ils avaient besoin de moi avec le coach et la fédération pour ce stage et du coup demain je vais rejoindre ma petite famille. كما سمعتوا تصريح حمزة رفيع البارح اللي نقول له مبروك من زيد له ونزيد له صغير، وهذا اللي أكد وهذا اللي قال أنه على أثره باش يغادر تربص المنتخب الوطني التونسي. قلت فهمتم على الإطار الفني، جيت في المقابلة الأولى لكن باش يغادر التربص اليوم. لاعب آخر اليوم يرجع للفرنس فاروش الماجري، نحكيه على محمد علي بن رمضان بسبب الإصابة باش يغيب على مباراة مالاوي ويغيب على الرحلة. دونك حمزة رفيعة ومحمد علي بن رمضان الزوز يغيبوا على الرحلة. الرحلة تنطلق مع 10 متاع الصباح بعد أقل من ساعتين من توا في اتجاه ليلينغوي في مالاوي، ومن باش تتلعب المقابلة مقابلة الجولة الثانية من تصفية المونديال ضد مالاوي نهار الثلاث مع عام 3 متاع العشية. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم أواصل انتصار في مباراته الثانية في دورة شمال أفريقيا اللي تنظمها تونس. الانتصار البارح كان على حساب المغرب 3-1، هدف المنتخب سجلهم يوسف بشا في دقائق 78 وعمر بن علي في دقيقة 90+2. في المقابلة الثانية البارح مصر ربح الجزائر 3-1، ليبيا معفيت في الجولة الثالثة. غدوة الجولة الرابعة مع ماضي ساعتين تونس تواجه مصر والجزائر تواجه ليبيا، المغرب معفيت. والجولة الخامسة والأخيرة نهار الثلاث تونس تواجه ليبيا، مصر تلعب ضد المغرب والجزائر معفيت. الترتيب تونس والمغرب في صدارة البطولة هذية، تونس لعب زوج مقابلات، المغرب لعب 3 مقابلات. نحكيو على الجلسة العامة التقييمية للترجي الرياضي التونسي للموسم الرياضي 2022-2023. أهم ما جاء في التقرير المالي أنه مداخيل الفريق الموسم اللي تعدى بلغت 46.480 مليار، منها 20.300 مليار دعم من رئيس النادي. بالنسبة للمصاريف بلغت 50.022 مليار، منها 37.921 مليار مصاريف أكابر كرة القدم. عموما نحكيه على فارق سلبي ب 3.540 مليار. الفارق السلبي انخفض مقارنة بالموسم 2021-2022 اللي كان فيه الفارق السلبي 12.836 مليار. في نادي البنزرتي تم الاتفاق مع اللاعب ادم رجيب على انهاء العقد بالتراضي، انهاء عقد هو الثاني في هجوم السيابي بعد جاسم الحمدوني. ابرز نتائج البارح خارج تونس في تصفية المونديال خاصة بالقارة الافريقية في نفس مجموعة منتخبنا: ليبيريا خسر ضد مالاوي 1-0، بقية المجموعات سواتيني خسر ضد ليبيا
1-0. غينيا ربحت أوغندا 2-1. كوت ديفوار ربحت سيشيل 9-0 مقابل 0. ومالي ربحت تشاد 3-1. في تصفية لورو الدنمارك فازت على سلوفينيا 2-1. انجلترا ربحت مالطا 2-2. ايطاليا ربحت مقدونيا الشمالية 5-2. وبولونيا تعادلت مع جمهورية التشيك 1-1. اخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايك FM.net.